أكدت الدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة أنه سيتم الانتهاء من تحويل جميع محافظات مصر إلى محافظات إلكترونية خلال 3 سنوات من الآن، وتم البدء بمحافظة الإسماعيلية. جاء ذلك في زيارة لوزيرة التخطيط لمحافظة الإسماعيلية للإعلان الرسمي عن تطبيق أول محافظة إلكترونية على مستوى محافظات مصر، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات الجماهيرية وتفقد عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة الجماهير والمستثمرين بالمحافظة.